اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا ومتابعينا وين ما تكونون في حلقه جديده من برنامجكم الشباب المنوع شباب الديره. هذا البرنامج اللي يعرض لكم من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت على قناه سبورت الرياضيه من الاحد الى الاربعاء. ورحب بزميلتي وخيتي امان الكندر وبعدها نستمر معاكم في حلقتنا. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور بدر وحمد الله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. وانت بقدين الله يسلمك يا رب. اذا اكيد احنا متواصلين معاكم مشاهدينا من خلال برنامج شباب الديره على قناه كويت سبورت. وايضا احب اذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي، عندكم الانستغرام شباب كيو اي تي في، وايضا ايميل البرنامج شباب كيو اي تي في. طبعا برنامجنا مختلفه مواضيعه وفقراته سواء كانت اجتماعيه طبيه رياضية ثقافية، كل شيء تحبونه وقريب من قلبكم بتشوفونه برنامج شباب الديرة. مثل ما قلت يا أماني، ضيوفنا وفقراتنا متنوعة وأيضا كل شيء جديد راح نتكلم فيه، أيضا الإنجازات الشبابية، مشاريع صغيرة ومشروعات تخص طبعا الشباب. فمثل ما هو برنامجنا شباب الديرة هو مختص في دعم الطاقات الشبابية بمختلف نقول تخصصاتهم. اليوم احنا واقفين وانتم شايفين ورانا سيارات حلوه. اليوم احنا موجودين اماني في متحف السيارات القديمه والتقليديه والتاريخيه، مكان حلو بالضبط. الواحد يشوف هالسيارات الحلوه هذه. بالضبط، مكان وايد حلو والواحد يستمتع لما يشوف ما شاء الله عدد كبير من السيارات اللي موجوده هني. تعيد اكيد يعني الواحد ذكرياته بهالسيارات هذه اللي يشوفها يمكن خلينا نقول بالافلام السينمائيه. وحلو ان الواحد يجي هني زياره بمتحف السيارات ويتمتع بمناظر السيارات، يعني خلينا نقول غريبه، اشكال غريبه وعجيبه، وايضا ملاكها يمكن تعود لملاك خلينا نقول ما شاء الله في حكام، في شخصيات ايضا معروفه، فكثير من السيارات الكلاسيكيه اللي ايضا موجوده هنا متحف السيارات. سيارات مختلفه ومتنوعه وايضا موديلات قديمه وموديلات ايضا تاريخيه موجوده ويانا في متحف السيارات. نطلع فاصل نرجع نتعرف على ضيوفنا اماني، لا تبعدون. ما زلنا متواصلين معاكم في برنامجنا شباب الديره. مثل ما قلنا لكم احنا متواجدين في متحف السيارات القديمه والتقليديه والتاريخيه، لكن معانا ضيف مميز راح نعرف منه اكثر عن هالمتحف وراح ناخذ معلومات ايضا تخص هالسيارات هذه اللي هم محتفظين فيها في متحف السيارات. معانا السيد فؤاد السليم مستشار متحف السيارات التاريخيه والقديمه والتاريخيه. نمسي عليك بالخير. خير يا حياكم الله. الله يحييك. الله يسلمك. هلا فيك اخوي فؤاد ومنورنا، واحنا ايضا مستمتعين بوجودنا بمتحف السيارات، بس اكيد ودنا نعرف اكثر واكثر عن متحف السيارات، والمشاهدين ودهم يتعرفون عن متحف السيارات التاريخيه والقديمه والتقليديه، وايضا متى تم افتتاحه. بالبدايه اشكر سمو الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح على رعايته لمحبي هوايه هذه السيارات القديمه وهوايه المحركات. واشكر السيد عبد العزيز سعود اسحاق عضو مجلس امناء متحف السيارات على توجيهاته اللي تلقاها من اداره متحف السيارات. والسيد عبد العزيز عبد الله الياسين مدير اداره متحف السيارات على تنفيذه لهذه الفعاليات
الامور اللي في المتحف. نعم. قواكم الله ابو عبد الله، مثل ما قلنا في سيارات وايده موجوده هنا، بينها تاريخيه، بينها القديمه، وبينها ايضا التقليديه، يعني نقول انواع مختلفه موجوده، ايضا سيارات لحكام، سيارات يمكن تمثل فيها في افلام، يعني مثلوا فيها في افلام واستخدمت ايضا من قبل التمثيل، ولكن نبي نتكلم شوي عن هالسيارات هذه وطريقه جمعها والهدف من وراء المتحف شنو؟ هو الهدف من المتحف هو احتباء جميع محبي رياضه السيارات تحت مظله متحف السيارات، والمحافظة على تراث وتاريخ الكويت عن طريق عرض هذه السيارات بالطريقة اللي احنا نشوفها المميزة والحلوة والرائعة. نعم. والمتحف يحتوي على سيارات حكام دولة الكويت، سيارة المغفور له بإذن الله، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله السالم. نعم. وسيارة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح السالم، وسيارة المغفور له الشيخ جابر الأحمد، وسيارة المغفور له الشيخ سعد العبد الله يرحمه. وعندنا سيارة المميزة، سيارة الله يحفظه ويطول بعمره صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، وهذه من النوادر والروائع واللي يستمتع الجمهور في لما يشوف هذه السيارة. هذه الموجودة وراك المكشوفة. اي نعم. ممتاز. حلو. زين، ودنا نتكلم أيضا أخوي فؤاد، أكيد في رؤية ورسالة معينة حابين توصلها من خلال إقامة هذا المتحف، فشنو هو الهدف أو الرؤية السامية اللي حابين توصلها نقول للمجتمع؟ إحنا عندنا المحافظة على تاريخ الكويت وعلى التراث هذا بعرض هذه السيارات، وأيضا تشجيع الشباب على هذه الهواية تجميع السيارات. ومن يوم المتحف تأسس في 10/10/2010، من يوم تأسيس المتحف زادوا أعضاء المتحف وزاد الاهتمام في هذه الهواية، وصارت منافسات محلية وخليجية وعالمية أيضا يشارك فيها المتحف ويشاركون فيها أعضاء المتحف. أينا. ولقوا المكان المناسب اللي يرعاهم وينمي هذه الهواية عندهم، وإحنا قاعد نشوف هذه الهواية قاعد تتطور من أحسن إلى الأحسن عن طريق السيارات اللي معروضة، واليوم أنتم يعني جيتكم هذه حلوة إن في نوادر. وأشكر الأستاذ عبد العزيز الياسين مدير متحف السيارات على اهتمامه بأن تكون السيارات المعروضة سيارات نادرة ومميزة جدا، وتواصل مع أعضاء ومحبي هواية السيارات خلى هذه السيارات تكون موجودة هنا، مثل ما احنا شايفين السيارة اللي موجودة هذه الديتونة، الفراري ديتونة هي من النوادر، أيضا عندنا البي ام الألباين هي أيضا من النوادر، وعندنا اللامبورغيني. من الصعب ومن النادر تشوفهم، حتى لو تروح تشوف تبي تسافر وتشوف بعض الساعات ما تلقى هذه السيارات موجوده. نعم. يعني لو تعنا، فاحنا هني موجودين والسيارات موجوده، واللي بيحب يشوفها حياها الله. هي قطع يعني هذه موجوده في العالم، ولكن يعني من ضمن هالقطع هذه موجوده في الكويت، القطع اللي نشوفها جدا مثل الديتونا والسبادا وغيرها من السيارات. نعم، سيارات جدا نادره. وعندنا سيارات ايضا حكام رؤساء دول اللي هم سياره الملك فاروق ايضا، وسيارات الرئيس الأمريكي آيزنهاور، وسيارة سلطان قابوس موجودة في المتحف، وأيضا عندنا القسم الرابع اللي هو سيارات الأفلام، سيارة جيمس بوند اللي مثل فيها في الفيلم، وأيضا عندنا سيارة صنعت خصيصا لكويت كونكورد إليغانس لمتحف السيارات اللي هي اللاجوندا اللي عندنا. حلو. قاعدين نشوف مجموعة سيارات كبيرة مثل ما ذكرت، هي مختلفة الموجودة، وأيضا نقول اللي هم المالكين لهذه السيارات هم حاطين طبعا سياراتهم عندكم في المتحف، أو شو الآلية اللي يتم فيها الاتفاق؟ مثلا إذا حد عنده سيارة وتكون يعني فريدة من نوعها ما هي موجودة في أي مكان وحاب أنه يعرضها في المتحف، هل هناك مثلا طريقة ممكن أنه يتعاون فيها معكم؟ نعم، إحنا عندنا سيارات في المتحف، أول شيء عندنا أساس عضوية المتحف أن سيارتك من موديل 77 وتحت. نعم. نعطي عضوية حق. نعم. السيارة اللي عنده. حلو. سيارته هنا من الميزات اللي تميز فيها عندنا بالمتحف أن عندنا ورش في متحف السيارات، هو ورش ميكانيكية وكهربائية وكل جميع الورش هذه اللي تسوي صيانة حق السيارات، فمن ضمن المميزات اللي حصلها انه يقدر يصلح سيارته في هذه الورش من غير مقابل، ويساعدونه ويقدر يشتغل في ايده. يعني في الجراجات عندنا كثير من الشباب هنا في بعض الساعات عندهم بطولات ويحتاجون انه يعدلون سياراتهم في اوقات حرجه. نعم. في اخر نص ساعه او ساعه وما في، فيستعينون في متحف السيارات ويشاركون برا في هذه السيارات ويحصلون على مراكز مميزه جدا. نعم. في المشاركات اللي شاركوا هذا بالنسبه فيها. للعضويه للعضويه اللي حاب انه هو يحصل على العضويه من موديل 77 ونازل، كل سنه احنا نقدم سنه، يعني هالسنه 77 السنه اللي وراها 78 وانت صاعد، والعضو اللي يكون موجود خلص تستمر يستمر هذه. وايضا عندنا الاعضاء هي
للفرق والسيارات الجديده، يعني مو بس القديمه، احنا نبي نحتوي جميع الشباب مثل ما قلنا. فعندنا حتى السيارات الجديده خصصنا لها في المتحف، ان تكون عندهم ديوانيه متحف سيارات ويتجمعون فيها بشكل يومي من فريق الى خمس فرق في اليوم، لان ما شاء الله من كثرهم. نعم. جميع تقريبا انواع السيارات موجوده وفي فرق، ونفس الشيء ايضا يشاركون في بطولات ومسابقات، ويسوون في نفس الشيء بالمتحف السيارات ايضا. أينا. يسوون مسابقات في نفس اليوم اللي يتواجدون فيه، يسوون مسابقات ومحاضرات فعاليات. واهم شيء احنا عندنا يكون التوعيه المروريه بالضبط، حزام الامان، عدم استعمال التليفون، هذا شكل يومي وتشوفهم بشكل رائع منظمين. ايضا المتحف يشارك في المسيرات اللي تصير في الاعياد الوطنيه، في المناسبات. نعم. يستعينون فيها الجهات الحكوميه. هذه كلها من متحف السيارات. جواكم الله. ممتاز، حلو. يعني خلينا نقول متحف السيارات ما شاء الله قاعد يقدم دعم كامل ومتكامل للشباب واحتضان الشباب بجميع هواياتهم. يعني خلينا نقول مو مقتصر بس على السيارات القديمه، لا حتى اللي عنده سياره حديثه ممكن انه يقدر هم بعد هني يتقدموا له الدعم بكل شيء هو يبي او ناقصه. وحتى لو ما حصل الدعم هذا برا راح يحصله متحف السيارات. زين، ودنا نعرف ايضا اكيد في انشطه وفعاليات يتم تنظيمها من قبل متحف السيارات، فريت تعطينا يعني خلينا نقول خططكم بالمستقبل او الفعاليات او حتى الانشطه اللي صارت من قبل. اي نعم، احنا الله يسلمك اللي شاركنا فيه تقريبا المشاركات كلها اللي تشوفونها في الاعياد الوطنيه والمناسبات الوطنيه، هذه السيارات اللي تكون في المسيرات جميعها متحف السيارات هو اللي ينسقها وينظمها بالتعاون مع وزارات الدوله. اي نعم. وايضا عندنا مثلا في محافظات اللي تصير مناسبات رفع العلم، المناسبات اللي تصير في محافظات الكويت. نعم. جميع السيارات هذه مشاركه في الجهات الحكوميه، جميع هذه السيارات تكون متحف سيارات يهتم فيها، وتكون هذه السيارات عليها صيانة دورية. ممتاز. وكلها شغالة، ترى وايد يسألون إنه السيارات، جميع السيارات هذه شغالة ويعني تقدر تستعملها استعمال عادي، بس السيارات القديمة يبي لها صيانة خاصة وتحافظ عليها بشكل خاص. أيضا حتى القطع اللي تكون موجودة حق السيارات القديمة، يعني أيضا أنها هي يمكن من الصعب أن اليوم تحصلونها في الوقت هذا. أي نعم، فالميزة أنك أنت شلون تصلح القطعة القديمة، أن هذا الشيء الأهم، يعني أنك شلون تحافظ على القطعة نفسها وتعيد تصليحها. ما يتم توفير مثلا قطع مثلا تكون ما تصلح من قبل مثلا الشركات أن يسوون قطعة خاصة في السيارة؟ في قطع مصنع، في مصانع تصنع حق القطع هذه تكون متوفرة، بس نعم. بعض القطع مو جميع القطع، يعني هم دائما يركزون على الأشياء الاستهلاكية، في شغلات نادر تحصلها، فهني في المتحف احنا صح يعني دورنا ايضا تصليح هذا. وعبد الله، نبي نعرف النظرة المستقبلية لهذا المتحف، شو اللي ان شاء الله يعني نقول نظرتكم لقدام، شو اللي بتوصلوا له في هذا المتحف؟ احنا بالنسبة لمتحف سيارات يعني النظرة اللي عندنا ان الشباب يكونون معنا ونحافظ على الثروة هذه عن طريق توعيتهم مروريا، هذا اهم شيء يعني. نعم. بالشكل الاول والحفاظ عليهم وسلامتهم حتى تنظيم مسيراتهم، تنظيم مسيراتهم، وهم ما شاء الله لو تشوفهم شوفهم في المسيرات في ملتزمين جدا، ونبيهم يستمرون على هذا الشيء، وهذا الهدف الاول اللي عندنا. احنا عندنا الحين ايضا متحف سيارات، وعندنا مدينه متحف سيارات اللي هي مدينه كامله متكامله. نعم. للتوعيه المروريه. نعم. من سن 7 سنوات لغايه 17 الى 16 سنه، فهي مدينة تحاكي الواقع شبه كأنها مدينة، وفيها إشارات المرور، علامات المرورية، جميع هذه الإرشادات المرورية موجودة فيها. ممتاز. طبعا يعطيكم العافية أخوي فؤاد على توعيتكم للشباب ونشر ثقافة أكيد المرور والاهتمام بالسيارات، يعني مو مقتصر فقط خلينا نقول بس بالفعاليات والأنشطة، لا يعني مركزين وايد على التوعية المرورية بالفعل، لأن يعني حاليا قاعد نشوف الزحمة، وفي البعض للأسف يمكن ما عنده ثقافة عالية في التوعية المرورية، فهذا شيء وايد حلو أنهم يجون هني، وفي ندوات ومحاضرات أكيد لهذه التوعية. للأمانة شلون شفت إقبال الشباب؟ أنا ودي تشوفين شكل يومي تجمعهم، يكون عندنا تقريبا من الساعة 5 العصر لغاية الساعة 9 مساء هم متواجدين عندنا. ممتاز. وتشوفون الفعاليات بشكل يومي، يعني بشكل يومي يعني حلو. كل يوم عندنا أكثر من فريق، يعني بعض الساعات 5 فرق 6 فرق متواجدة، ودائما احنا نحرص أن أثناء تواجدهم يسوي لهم فعالية، يسوي لهم شغلة أن تفيدهم في مجال السيارات، ورد وكرر توعية، يعني حتى عندهم محاضراتهم دائما وابدا على صوب التواير، شلون نوعية التواير، شلون السيفتي، ما السيفتي صح، فتركيزهم يكون اكثر على
التوعية المرورية. جمعاتهم واتفاقاتهم بما يخص طبعا تحديثهم ما يصير على السيارات القديمة وهذا معلومات. يمكن فلان حصل على السيارة هذه من العام الفلاني من فلان نعم. فتبادلهم إلى المعلومات بما يخص السيارات وحبهم نعم. طبعا وشغفهم إلى امتلاكهم هذه نعم. نقول القطع اللي هي ما هي موجودة نوادر. في أي مكان نوادر وجدا يمكن صعب أنك تحصلها في أي مكان في العالم نعم. لكن إحنا شايفين اليوم بعبد الله في سيارات موجودة في المتحف في منها الجديد منها اللي هناك محطوطين هذيل السيارات يعني هل يتغير يعني بين فترة وفترة تغيرونهم تحطون سيارات مكانهم ولا السيارات هذه ثابتة مثل ما هي الموجودة نعم. هذا القسم اللي إحنا شفناه هناك موجود هذه تقريبا كل 3 أشهر نغير السيارات هذه على أساس نشجع هواة السيارات نعم. بإبراز اللي عندهم يعني إحنا دائما نبي اللي عنده سيارة قديمة نشوفها عندنا بالمتحف مو أساس الكويت كل الشباب يشوفون شنو اللي موجود ويستانوا يستمتعون يعني هي موجودة في الكوكب بس لما تطلع برا ويشوفونها جدا شيء حلو يعني هذه في سيارات هني تغنيك إنك أنت تسافر تروح تشوفها صح. مثل ما قلنا هذه الكم سيارة اللي موجودة هني أو أغلبهم هذيلا ما تشوفهم إلا في متاحف في مسابقات كونكور وأيضا الله يسلمك عندنا متحف بالمتحف عندنا مكتبة متحف السيارات أي نعم. هي تعتبر مرجع حق الشباب نعم. عن طريقة شلون تعديل السيارة عن طريق اقتناء السيارة ممتاز. المحافظة على السيارة ايضا المكتبه هذه احنا دائما متحفنا دائما تشوف المتاحف اللي بالعالم تلقاها جامده متحف موجود بالضبط وانت تدش وتطلع اليوم صح. متحفنا لا تشوفه في الفعاليات في المناسبات كلها يشارك مكتبتنا ايضا نفس الشيء يستعينون فيها الجهات الحكوميه او في المعارض ان الكتب الموجوده عندنا قيمه وثمينه ايضا تكون موجوده في المتحف تقدر تطلع عليها وتشوفها في المعارض هذه تقدر تشوف شنو اللي موجود الامر طبعا غير مقتصر فقط على السيارات حتى الدراجات انا قاعد اشوف موجوده اي نعم احنا جميع رياضات المحركات تقريبا والمحركات كلها يعني نهتم فيها وايضا اللي لاحظتوا عندنا سياره ايضا 25 سياره بالعالم هي جديده هذا تو مدير متحف سيارات سيد عبد العزيز الياسين اقترح ان نحط سياره جديده ونادره يعني هذه السياره اللي موجوده 25 حبه في العالم في سيارات الجاية إن شاء الله راح تكون كذي هذه في المستقبل أيضا راح تكون سيارات متاحف وسيارات نوادر من الصعب تشوفها قاعد تشوفها هني يتسجلون طبعا شنو تتسجل أن السيارة انعرضت في المتحف الفلاني وانعرضت في متحف آخر يعني حتى إذا تمت يعني يكون اسمها مسجل في المكتبة إحنا في مسابقات حتى أن السيارة تكون مثلا إذا يعني ما تشوفها إلا في المكان معين وبس بعد ما راح تشوفها يعني شفتها في المتحف بعد ما راح تشوفها يعني خلاص اللي حتى أنا الحين أوجه حق المصورين وهواة التصوير أن السيارات اللي موجودة نادرة فحق التصوير جدا حلوة وإحنا عندنا أيضا استديو متحف السيارات اللي هو أعتقد الاستديو الوحيد في الشرق الأوسط اللي هو يأخذ السيارة بشكل دائري ويطلع جميع تفاصيل هذه السيارة حق هواة التصوير أن أتوقع هذا شيء لهم ودائما السيارات اللي عندنا نوثقها في هذه الصور في الاستديو عسى تصير عندنا في الملف هذا ألبوم موجودة الحين صار في الكمبيوتر نعم. ممتاز يعني خلينا نقول هذه دعوة جميلة أيضا لهواة التصوير والمصورين المحترفين يجون هني يتمتعون أكيد بهذه السيارات الجميلة ويأخذون لقطات اللي يبونها إذن كلمة توجهها بعد للمشاهدين يعني وحتى اللي حاب إنه يزور متحف السيارات متى يقدر يزوره؟ هي أبواب المتحف من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 1 ومن الساعة 4 للساعة 8 مساء طول الأسبوع طول أيام الأسبوع إيه نعم. ممتاز ونبي كلمة منك توجهها للشباب اللي حاب إنه ينضم لكم اللي حاب إنه حتى يعني خلينا نقول يكون عضو موجود هنا بمتحف السيارات وينضم للشباب اللي قاعد يسمعون كل يوم. إحنا أنا أوجه لهم إن في شباب وايد هواياتهم للحين ما يدري عن اللي مثل ما يقولون الهواية يمكن هو عنده هواية ويكون متسابق ويكون فلما يشارك هنا مع الشباب في التجمعات هذه اللي بالمتحف في ديوانية متحف السيارات. يستفيد من المعلومات اللي بالضبط. عندهم ويمكن تكون عنده هواية ويمكن عنده طموح وده يسوي شيء فالتعاون والمشورة من هذا وكل من أيضا المحاضرات اللي تصير فيصير عنده وعي ويصير يمكن ينمي هذه الهواية للأحسن ويبرز فيها ويكون له دور فيها بالمجتمع بالتأكيد كل الشكر لك سيد فؤاد السليم على المعلومات الجميلة عن هذا المتحف أيضا ونقول المجموعات من السيارات الموجودة والدراجات في هذا المتحف
العضوية مثل ما قال لكم أبو عبد الله السيد فؤاد، اللي حاب أنه يلتقى في هذه العضوية ممكن أنه يزورهم في المتحف هنا ويعطونا التفاصيل شلون يقدر يلتحق فيهم. كذي خلونا نطلع فاصل ونرجع نتواصل معكم مع ضيوف يدد إن شاء الله وعندهم إنجازات حلوة. لازلنا متواصلين معكم مشاهدينا بوجودنا متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية، وأيضا مع إنجازات شباب وبنات الكويت، مواهب كثيرة وإبداعات لن تنتهي بوجود بصمة كويتية مو بس محلية لا أيضا في جميع المحافل الدولية. يسعدني أني أرحب أيضا بفريق السرب لسيارات الكارتينج، وهو يعد تحت أقسام متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية، وإن شاء الله معنا اليوم بنات أبرزوا نفسهم بإبداعاتهم وإنجازاتهم في هذه الرياضة. أرحب بداية باللاعبة وإحدى أعضاء فريق السرب، بداية بدلال الزيدي. أهلا ومرحبا فيك، مسي عليك بالخير دلال. أهلا وسهلا، الله يسلمك يا رب. وأيضا أرحب بشهل الحبيل متسابقة من فريق السرب لسيارات الكارتينج، يا أهلا ومرحبا فيك. حياكم الله وتشرفنا فيكم معنا في برنامج شباب الديرة. قاعدين نشوف ما شاء الله وياكم الخوذتين ويابين وياكم الكاسين. إن شاء الله نشوف هالكاسين يسيرون أكثر يا أماني. لكن أول شيء خلينا نبلش وياك دلال، نبي نتكلم أكثر عن فريق السرب. بالتفاصيل يعني على اعطينا شنو فريق سرب هذا لسيارات الكارتينج، شنو هو؟ احنا متكونين عن تقريبا 9 اشخاص. أينا. من فئه بنات وفي شباب. وكنا من زمان متطورين على الفريق انه يعني نشوف المواهب اللي فيهم يعني مايله على السيايير. حلو.
وفي ما شاء الله في يعني في بنات يحبون يعني شفنا ان في انجازات فكوننا الفريق صعب وقمنا ندش بطولات صار لنا شهرين تقريبا ممتاز والحمد لله يعني حاليا من كل بطوله دشينا تقريبا فزنا كل الاول او الثاني يعني مبتدئين دلال توكم بلشين اي احنا تونا مبلشين وما شاء الله كاسين يعني في اكثر يعني اقول لهم الجاي القادم ان شاء الله اقوى بعد ان شاء الله الله يوفقكم باذن الله. زين شهل يمكن تكلمت دلال نبدا عن فريق السرب بس ودي اعرف ايضا شلون جتكم الفكره لانشاء هذا الفريق؟ يعني مثل ما تدرين كل يوم هني كل يوم تدريب يعني قاعدين هني قاعدين ممتاز فانا نبي فريق نبي ندش بطولات يعني مثل ما تدرون انه في بطولات تكون 24 ساعه في بالضبط. 6 ساعات 4 ساعات فهذه بطولات تحمل انزين فما تقدرين ان انت تكونين شخص او شخصين تدشين هالبطوله يعني نعم. ومرات يحطوا لك اقل عدد يعني 4 اشخاص فتحتاجين فريق صح يعني اضطرينا ان ندور ناس ويعني من اللي نعرفهم من اللي دائما موجودين هنا ناس شطار عارفين يعني ايش قاعد يسوون ويعني انضموا للفريق إيه؟ كونتوا الفريق طبعا هي صارت عن طريق عضويات موجوده طبعا كلكم عندكم عضويه في حلبة سرب عدل ومنها نظمتوا الفريق هذا اللي جمعتوا من شباب وبنات طبعا انتوا كلكم تشاركون في بطولات عدل دلال اي كلنا كلكم فيكم طبعا ناس اقدم منكم اي بالفريق أي؟ لا كلنا مع بعض كلكم بلشتوا يا بعض أي؟ وكونتوا الفريق هذا اي حلو شو التجهيزات اللي قاعد تقومون فيها وشنو اللي يعني حاطينه ببالكم ان توصلوا له خصوصا ان انتم توكم بلشين بالفريق هذا أي؟ وتوكم داشين اللعبه أي؟ وما شاء الله نشوف هم بطولاتكم في اللعبه يعني ودنا نشارك يعني باذن الله ندش عالميا يعني نباري اوادم برا وكذي يعني مو اول شيء لازم تتمكنون من نقول المستوى المحلي المستوى الخليجي شوي شوي تطلع هو يعني ترى يعني قبل فريق سرب كل واحده فينا كنا ندش يعني مجربين كارت من قبل حلو بس كشخصيا بس يعني فردي اي يعني انا مثلا انا وشهل كنا فريق من قبل وكنا نتعلم يعني مثلا انا كنت من 2014 كنت مشاركه كم بطوله والحمد لله يعني فزنا اول من قبل بس اول مره يعني هالسنه ندش بقوة يعني شيء رسمي يعني إيه نبي يعني نكمل بهالمجال مجموعة كبيرة صح إيه فإن شاء الله يعني إحنا متدريبات يعني ندرب وايد وتعب ويعني كل يوم فيعني إن شاء الله إحنا نبي يعني بالخليج برا الكويت إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إحنا ودنا بعد تكونون عالميا بعد إن شاء الله يعني إيه هذا بالخليج وبالدول العربية لا إن شاء الله عالميا لما نشوف هذا إن شاء الله الدافع والإرادة عندكم في إنكم حابين يعني تحدون هذه الصعوبات وتصلون للأعلى بس أيضا شهل يعني من دشيتي الفريق كل متسابقة تمر بعض الصعوبات فودي أعرف شنو الصعوبات اللي مرت عليك شهل يعني من أي ناحية هنقول أنت كونك متسابقة رياضة هنقول أو محركات شوي مو أي واحدة تقدر تدش وإذا دشت أكيد بتواجهها صعوبات لازم تتخطى هذه الصعوبات شو المشاكل اللي واجهتيها في هذه الرياضة أول شيء يعني شيء أول ما تدشين يعني أنت ما تدرين مثلا أيام لو تين أيام عادية تلعبين مع ناس ما تدرين منو اللي موجود معك بالضبط يعني اذا كان عندها خبره او لا فطين راح يستوعب ولا لا فيعني الجراه شويه يعني تكون في ايه؟ تخوف وتوتر شوي رهبه بس ايه؟ يعني هاللعبه تحتاج جراه يعني لازم تكون جريئه لوحده وشجاعه قلبك لازم يكون ميت يعني مغامره شوي اثاره الله يحفظك يعني تحتاجين كذي يبي له ذكاء يبي له تركيز اكثر تركيز يعتمد تركيز على التركيز شوي حيل يعني والصبر بعد اكيد لازم وتعديتي هذه الفتره الحمد لله الحمد لله يعني ايش كثر اخذت منك وقت لما تعديتي هذه الفتره خلينا نقول عاتبه الفتره الصعبه بحياه الواحد صحيح انا بديت من صيف 2016 وللحين يعني لهاليوم ومستمره طبعا ما قطع تدريبات يوميه على طول يعني تقريبا يعني توايس ويك تقدرين تقولين ممتاز فيعني تخطيتي تقريبا الحمد لله. يعني فتره قصيره شو اللي خلاكم تختارون هالرياضه هذه يعني زياره كانت حق النادي او حق المتحف شلون التحقتوا في هالرياضه دون عن رياضات وايده عندك وبعدين بيجي لك كم شهر عندك دلال يعني انا يعني لو اقول احب السيارات شويه جد تحبين يعني السيارات
يعني كل سيارات كانش تستخدمينها وشي كسيارات يعني سبورت وكذي كل شيء كل شيء اي شيء عن سيارة احبه كل السيارات اي ف انت لما تسالين اي يعني اسون اي شخص شنو شلون تبدون بهالمجال بالضبط يعني هم مره كان في مره هيز فورمولا درايفر كان يايفه كنت قاعد اساله انه شلون بديت يعني بدينا كارتينج كان يقول انا يعني صار لي 25 سنه يقول انا بديت بالكارت هو يعني الاساس ماله يعني البيسك ماله وبعدها إيه؟ طلع بعدين طلع اكثر إيه؟ صح فحسيت يعني من قال هالكلام حسيت انه خلاص كارت يعني هو البيسك اي هذا البيسك ولازم نبدي من هنا وانت راح تروحين فورمولا ان شاء الله ان شاء الله ودي بعد هذه كسرع تذكرين اماني يوم انا وياك كنا في الفورمولا بعد مجهود ثاني بس هم قالها وقتود اكيد وعندك شهل انت ليش اخترتي هالرياضه بعد نفس الشيء احب سيايير حيل لازم يكون في شيء غير في شيء غير هو لا قصه غير يعني حيل احب سيايير ف يعني دلال كانت تحبتي هالمكان من زمان من 2014 مثل ما ذكرت وعقب انه كل مره ليش ما تجين معي ليش ما حد يجي معي تعالوا معي تعالوا معي لين بديت اي عشانها بالاول بعدين شفت نفسي لا انه صدق جربت انا كان ودي يعني كان عبالي اول شيء بالبدايه انه سيده ابي سيايير ابي درفت حلو إيه عشان قوي بس على طول إيه بس الحين إن استوعبت إن لا يعني لازم تدريجيا فبديت هي مع دلال ويعني وجربت السيارة وشاركنا يعني من بدايتنا من أول ما دشينا شاركنا بطولات قمنا ناخذ بوديوم يعني شعور حلو حلو حيل حلو ممتاز دلال أنا ودي بعد أعرف نقطة يعني ثانية اللي حابة تنضم لفريق السرب وخلينا نقول ما جربت بس حبت الفكره وحبت يعني سيارات الكارتنج ودها تدش وتكون ما شاء الله مثلكم محترفه فهل في مدرب بالفريق يدربكم شنو الطريقه شلون تقدر تبتدي وياكم اوكي لو في شخص يعني وده يعني يستمر بهالمجال أي. اول شيء يعني نشوف يعني في هوايه لهالمجال يعني ولا هو بس يعني داش كذي يعني بس كذي يتسلى فإذا صج هواية يعني ودهم يطورون من نفسهم أي. هني أنت تقدرين تكملين مع شخص سنين تكملين تطورين معاه يعني وده يكمل أي يعني إذا وده فبالعكس يعني ترى صارت كم موقف بسرب شفنا ناس ودهم يدشون بالمجال يعني قالوا شلون أقدر أكمل شلون فحاولوا مثلا يروحون يكلمون ريسبشن ومثلا ينادونا يعني ينبهونا بالشخص أي. فنروح نكلمهم يعني ناخذ ونعطي معاهم إنه شلون ونجربهم لما مثلا يدشون حلبة تدربونهم داخل تختبرونهم؟ احنا للحين ما دربنا احد ما دربته لا في احد مختص بالفريق يدرب عندكم؟ عندنا مدرب. مدرب يعني هو يشوف الاغلاط اللي فينا وشنو ما يعني مستوى كل واحده فيكم ايه ليفل حلو يعني يعدل ب يعني بلفاتنا وطريقتنا كذي بس اذا اي شخص وده يعني يدش عادي ما في شروط معينه يعني يعني لا يعني ندقق بالشخص بعدين بعد ما يدش هني تقدرون تحكمون إيه يعني يقدر يستمر او لا اي يعني مو بسرعه يقدر يدش الفريق لانه اوريدي متكون أكيد. يعني لازم نتطور احنا من نفسنا ونزيد في تحدي بدر بالفريق هي قالت شغله قبل شوي اللي وده يعني معناته نقول الهبه اهل الهبه ما يستمرون في اي شيء معروف عنهم تلقينا يدش يوم يومين عجبه الوضع يتم الاسبوع اخره وبعدها تلقينا هذا راح تستوعبه من البدايه اللي يعني وده فهذيلا باينين طيب انت هل عندكم سيارات كارتينج هل تيون بس هني الحلبه وهم يوفرون لكم سيارات يوفرون لكم مثلا اللبس العده ولا انت عندكم كل شيء مثلا شارينه عندك شيء حاليا احنا مع فريق سرب تدريبنا على فريق سرب يعني من سرب سبونسر حقنا حلو اللبس منهم الخوذ منهم ومثل ما ذكرت ان التدريب توايس يومين في الاسبوع اي ويعني كل شيء الدعم كله منهم حاليا هم اللي داعمينكم كل شيء سيارات اللي عندهم قاعد تدربون عليها ونفس السيارات هذه هم قاعد تشاركون فيها بطولات دلال اي اللي موجودين هنا اللي عارضينهم هم هذيل حق كل يوم حلو وفي يعني سيارات خاصه حق بطولات اي حق البطولات يصيرون غير عشان يعني مو مستهلكينهم وايد صح ممتاز فيكون غير انزين انت قلتي في سيارات موجوده هني انزين ودنا نعرف السيارات هذه ونتعمق فيها اكثر شوي مواصفاتها سيارات الكارتنج شنو اهم المواصفات اللي فيها سرعتها فين تعطينا ديتيلز شوي اي اوكي هي السيارات اللي موجوده هني بسرب مشهوره الماركه سودي لو تروحين اي مكان بالعالم
نفس البراند موجود. نفس البراند موجود احسن نوعيه. اي لازم يكون هالنوعيه لان هالنوعيه تصير في بطوله عالميه اسمها SWS اللي هو مال شركه سودي. حلو. عشان كل يعني نفس المستوى يصير حق حوالين كل العالم. حلو. فاللي بحلبة سيرب الحين مثل ما قلت هي مال شركه سودي اللي معروفه عالميا، سرعتها بالحلبة تمشي يعني 75 80 75 80. وهذه سرعتها زينة حق الحلبة لأن الحلبة هي صغيرة مثل ما أدري إذا شفتوها موجودة حلبة. أي حلبة. أي صغيرة، فإذا خذيته كارت أسرع ما راح يعني ما راح يعني خلينا نقول أوردي الحلبة صغيرة أي فما راح تنفع مع الحلبة. الحارة ما هي حارات كبيرة مثل الفورمولا ومثل غيره من الحلبات هذه. تقريبا تقدر يعني أكثر بالتكنيكس إنه لأن الحلبة it's technical شوية فكلها لفات it's sharp فما تقدر موجودة فيه. طبعا موجود سيرب، حلبة سيرب متواجد فيها 250 اللي هي أسرع. هذا 250 يعني فئة أعلى. إيه الفئة الأعلى بس. حلو. لكن هذه يعني ما تنزل لأن تحتاج يعني مساحة أوسع، خط وسيع يعني. وايد سريعة الحلبة. إيه وايد سريعة يعني الحلبة. إذا أحد دش فيها يعني ممكن يصير أي إصابات. يعني هم مودهم إيه يكونون. السودي الثانية أحسن لأنها حق لفات وكذي سرعتها مناسبة لأن أكثر شيء عندنا لفات. ممتاز. ما تأثر عليكم شوي يعني هذه الاختلافات إذا أنتوا رحتوا برا بطولات شاركتوا بطولات خارجية هناك تختلف طبعاً الحلبات عندهم المساحات أكبر شوي، فالأمور هذه يعني دلال ما تسبب لكم شوي بعض المشاكل أو تأثر على مستواكم؟ شوفي هو في نقطة واحدة، إذا عرفتي شلون تلفين أي لفة من بداية لو مهما كان أي حلبة تلفينها أنت كم لفة وتشوفين يعني أنت من نفسك من كثر ما تدربين خلاص راح تعرفين شلون تلفين بالخبرة. صح. إيه بس خلاص. وقبل أي بطولة تسوون أفتكر تيست يعني قبل البطولة نفسها تشوف شلون طريقة اللفة ويعني تجمع يعني مع الفريق وتشوف ترى كذي لفة ولا أي شيء يعني عشان تأخذون على الأجواء هناك شوي مع الأي يعني مع البراكتس تصيرون يعني خبرة أكثر شوي. حلو ممتاز. طيب بالنسبة حق السيارات لما تروحون برا الكويت مثلا في بطولات خارجية يعني على سبيل المثال السيارات نفس السيارات الموجودة بالكويت ولا راح تكون مختلفة حاليا يعني صارت معاكم من قبل؟ احنا رحنا يعني بروحنا أنا ودلال مو مع الفريق. حلو. رحنا حلبة البحرين زين حلبة عالمية. نعم. وايد حلوة. نفس السيائر نفس الكارتس نفس النوعية نفس البراند نفس السرعة بس الفرق إن أنت إذا كن يعني عندهم هناك إذا عندك الخبرة الكافية وعارفين أنت مثلاً عندهم تواغيت كم تيب كم ثانية تلف كم دقيقة. حلو. فيبدون يعني ينزلونك يشوفونك إن أنت أوكي يعطونك 250 في مجال يعني مو أي أحد سكتي 250؟ لا للحين؟ أنا ما رضيت. دلال هم ما رضيته؟ أصلاً ما كان في وقت كافي يعني رحنا بس يومين فما مدانا وإحنا ثاني يوم شنو كان مطر. إيه مطر. يعني وايد خطر يعني أحس مع السرعة والمطر. ما ينفع حدا ما ينفع يبي لا أكيد يعني على الأقل نجرب خاصة إنه مو متمكنين فيها يعني للحين تونا صح يعني ما سقناها أصلاً ولا مرة إن شاء الله توصلوا نتسبون فئات هذه. دلال أزين خلنا نعرف مشاهدينا أكثر والبنات يعني نعطيهم شوي نبدأ بما إنكم ما شاء الله يعني متمرسين ولكم خبرة بسيارات الكارتينج، هل قيادة هالسيارة هذه سهلة ولا صعبة شوي بصراحة؟ بصراحة إذا أحد حب السيائير وده يعطي من يعني إذا فيه هواية حق الموضوع في جرأة وشجاعة يبدأ يشوفها سهلة يعني لا راح يحاول يعني راح يعني مع الأيام راح يقدر بس أو يعني بدايتها يعني هي صعبة يعني أول شيء لأنه ما راح تعرف يعني راح تشوفين وقتك أنت راح تحبطين. أيوة. يعني راح يصير فيك ليش انا قاعد اجيب هالوقت مو قاعد هو في تايم معين يمكن احنا بعد ما تكلمنا شنو قوانينها يمكن قوانين السباق عندكم شلون تحتسب خلينا نقول النقاط او الوقت نفسه حق اي بطوله يعني كلفه اي كلفه يعني كل جوله ايش كثر تحسبون هو يعني ينحسب لما تدشين على حسب البطوله في مرات يحطون لك تايم اي يعني على حسب اسرع لفه تسوينها يعني مقارنة على فرقة كل باجي اللي يسوي أسرع لفة هو يصير الأول وفي
يعني من يخلص اول ما له شغل ما له شغل بالتايم ما له شغل بالتايم. في اللي مثل ما قالت تايم وفي اللي هو ريس عدد لفات ومثلا يعني منو يلف عدد لفات اكثر واكثر إيه على حسب الوقت يعني 24 ساعه 6 ساعات تلفين لين كم مثلا لفه واكثر لفات هو يكون يصنف الاول. حلو ممتاز. قبل شوي تكلمنا عن الدعم كلمتونا عن دعم حلبة سر، هنتكلم شوي عن دعم متحف السيارات القديمة والتقليدية والتاريخية، شنو اللي قدموه لكم من دعم؟ أكيد يعني مثل ما تعرف إن حلبة سب نفسها يعني مرتبطة بمتحف السيارات. نعم. والأستاذ عبد العزيز الياسين ما قصر معنا يعني كل شيء من فضله هو، والأستاذ فؤاد السليم هم ما قصر بتواجده يعني دائما معنا. داعمين للشباب. إيه صدق يعني حلو. ما قصروا. وبكل شيء داعميننا ومو مقصرين معنا بشيء والله. الحمد لله. الحمد لله. زين انا قاعده اشوف ما شاء الله هني الحلمة جايبينها وياكم، فخلنا ندش شوي الحين بباب ثاني اللي هو باب شروط الامن والسلامه. فهل تقيدون وتتبعون شروط الامن والسلامه اثناء قيادتكم للكارتنج دلال؟ اكيد اكيد لازم يكون عليكم اول باول. اي لا يعني اهم شيء اهم شيء يعني اهم شيء لازم. اذا شنو اهم شيء يعني الواحد دائما يحرص عليه لما نقول يعني يدش رياضه الكارتينج خصوصا شروط الامن والسلامه غير الهلمت؟ اوكي في شيء يعني مع البنات اهم شيء الشعر ما يكون مفلول. اي هو في شيء تلبسينه يعني تغطي الشعر كسفتي لها اكثر. إيه لازم لازم الله. لازم يعني لازم يا يكون يعني مربوط ومخشوش داخل. اي ومو طالع من الهلمت تسكرينها. ممتاز. هذه اهم شيء. وفي نقطة غير عن الشارع بالكارت. أيه. بالكارت يعني الأساس يعني أي بالعالم كله ماكو سيت بيلت. ماكو أيه. هذا سيفتي هذا يعني. إيه هذا حق الكارت. أيه. لأن السبب هو يعني يتكون من وايد أشياء. أيه. لأن تري بالكارت لما تدشين بحادث ولا أي شيء يعني لا سمح الله ما راح تقدرين تطلعين بسرعة، هو مبطل كله لازم تطلعين منها اسرع يعني أيه. فيها وايد فادي لا سمح الله لاي حادث نقول أيه. وحوادثها مو خطره بعد يمكن امان لان هي ترى يعني والله هي تعور عزيز تعب مو ما يعني احسها ما ادري يعني لابجه مو نفس السيارات المكشوفه وبس يعني حتى سرعتها ما هي عاليه بالنسبه حق الموجوده حاليا للتدريب أيه. عن 250 ما ادري عنها لا لكن هم انه يعني مو مشكله سرعتها مو عاليه بس للحين انه فيها شويه خطورة. حوادثها خطره على حسب يعني على حسب السايق وين الطقه تصير وين يعني الله يحفظكم والله ان شاء الله يوفقكم ونشوفكم في بطولات ان شاء الله قادمه من هالبطولات هذه نشوف اكثر واكثر ومشاركتهم كانت قصيره يمكن في البطوله يعني من دخولكم للرياضه ومن ايضا نقول جمعكم لهذا الفريق الحلو والشبابي عسى الله ان شاء الله يوفقكم بس اهم شيء قلنا انت قيد في الامن والسلامه عدل يماني عدل بالضبط اهم شيء قوانين الامن والسلامه عسى الله يوفقكم ان شاء الله طبعا شهر الحبيل والمتسابقه دلال الزيت من فريق سرب لسيارات الكارتنج نورتونا والحديث كان وياكم ممتع كان ودنا نتكلم بعد اكثر واكثر واسئلتنا ما تخلص زين بدر بس الوقت داهمنا اذا وصلنا معكم للختام مشاهدينا وتابعونا من الاحد للاربع من الساعه 9 للعشر على قناه الكويت سبورت مواقع التواصل الاجتماعي راح يذكركم فيها بدر عندنا مواقع التواصل الاجتماعي عندنا على شباب كيو اي تي في اللي حاب يتواصل معنا عن طريق الانستغرام وهم على السناب شات واكثر واكثر راح تعرفون عن برنامجنا من خلال متابعتكم لنا اشوفكم على خير فما لا لكن الحلقه الجايه ان شاء الله بنحاول نطلع مع شهد ونطلع مع دلال لكن بالحلبه اشوفكم على خير فما لا مع السلامه